بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صبحكم الله بالخير جميعا، وأهلا وسهلا فيكم في يوم ثالث جديد في هذا المؤتمر الطيب وهذه الوجوه الطيبة. جلستنا الآن التي ستبدأ بإذن الله عن الإصلاح، قضايا الإصلاح في منطقة الخليج العربي، ولدينا نخبة من الأخوة والأخوات الذين سيشاركون بمداخلاتهم. سنعطي كل واحد منهم ربع ساعة لعرض ورقته، ثم نفتح المجال لحضراتكم ومداخلاتكم وأسئلتكم. متحدثنا الأول الأخ هادي مشعان، دكتور هادي مشعان، رئيس قسم العلوم السياسية كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة الأنبار في العراق، وعضو في هيئة تدريسها، له عدد من الكتب والأبحاث والمقالات المنشورة، فضلاً عن المشاركة في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية. عمل سابقاً في هيئة تدريس جامعة التحدي في ليبيا، وترأس قسم العلوم السلوكية فيها، تحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بغداد. أهلاً وسهلاً دكتور هادي، وتفضل مشكوراً. أولاً شكراً سيد رئيس الجلسة المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما هو معلوم للجميع بأنه دول مجلس التعاون الخليجي كانت قد شهدت خطوات نحو الإصلاح السياسي، وأن تباين طبيعة وحجم هذه الإصلاحات من دولة إلى أخرى. تحاول هذه الورقة أن تخوض في أو الإجابة على مجموعة من التساؤلات. يتعلق التساؤل الأول منها: ما هي العوامل الداخلية والخارجية المحفزة التي كانت محفزة على الإصلاح السياسي؟ والسؤال الثاني: ما هي طبيعة الإصلاحات السياسية التي تمت فعلا في دول مجلس التعاون الخليجي؟ أما السؤال الثالث فهو يتعلق به: هل كانت هذه الإصلاحات السياسية الغاية والهدف منها هو التطوير السياسي، أم هو الغاية والهدف منها هو الإبقاء على الأوضاع السياسية في البلاد؟ وثم التساؤل الأخير: هل إن هذا الإصلاح السياسي قد رافقه إصلاح ديني وإصلاح اقتصادي؟ سوف نمر على ولذلك فقد قسم البحث على ثلاثة محاور. تناول المحور الأول العوامل المحفزة على الإصلاح السياسي، وثم المحور الثاني مسيرة الإصلاح السياسي، والمحور الثالث تقييم عملية الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون. سوف نمر سريعا على المحورين الأول والثاني لأنهما معلومان لدى الجميع، ونحاول أن نركز على المحور الثالث والأخير. بالنسبة للعوامل الداخلية والخارجية التي كانت محفزة على الإصلاح في منطقة الخليج، بالنسبة للعوامل الداخلية هناك أربع عوامل أساسية. العامل الأول هو الطبقة الوسطى المثقفة التي بدأت تظهر في الخليج منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي، وما رافقها من المطالبات بالإصلاح السياسي، ثم الانفتاح الإعلامي والثقافي الواسع لدول الخليج، وثم انكماش دولة الرفاه التي كانت تقدم الخدمات للمواطنين وفرص التوظيف، وحاجة النخب الحاكمة لتجديد مصادر شرعيتها بعد أن رأت هذه النخب الحاكمة بأن المصادر الشرعية القديمة لم تعد تجدي نفعا في مع التغيرات التي حدثت على الصعيد الدولي. أما العوامل الخارجية فقد تلخصت بأولا ثورة المعلومات والاتصالات التي قربت أبناء الخليج إلى العالم وأطلعتهم على حقيقة الأمور، حقيقة ما يجري من أمور فيها، ثم أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت من نتائجها توجيه اتهام شديد اللهجة إلى دول المنطقة ومنها دول الخليج بأنها هي التي كانت وراء هذه الأحداث، ولأنه هناك غياب للديمقراطية، هناك انغلاق ديني، هناك تعليم، برامج تعليمية، كلها تحاول أن تبث الكراهية تجاه الغرب وبالذات تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، كان من نتائجها هذا اللي حدث في الغرب. وثم العامل الآخر هو الاحتلال الأمريكي للعراق، وما تم من قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإقامة ديمقراطية، وإن كانت بشكل ما لا ترتقي إلى مستوى الديمقراطية في العراق، شكل ضغطا أيضا على دول مجلس التعاون، ثم أخيرا كما تعلمون ثورات الربيع العربي.
فيما يتعلق بمسيرة الإصلاح السياسي، هذه المسيرة كانت قد بدأت يعني منذ بدأت منذ أن بدأت هذه المسيرة مع بداية تأسيس هذه الدول التي حاولت أنه في البداية أن توجد مؤسسات الدولة الحديثة، من إقامة برلمان، مجالس تمثيلية، إقامة يعني إعطاء المواطنين بعض الحقوق والحريات إلى آخره، من إقامة دساتير إلى آخره من الممارسات، غير أن هذه الإصلاحات الأولية لم تكن ترتقي إلى يعني حجم يعني نقول طموحات الشعوب الخليجية. لكن مع بداية التسعينات سوف يحدث تغير كبير جدا، فنشهد ثلاثة موجات للإصلاح السياسي، حددتها بثلاث موجات: الموجة الأولى 90-2000، والموجة الثانية 2000-2010، والموجة الثالثة 2011-2014. في الموجة الأولى كان السبب الرئيسي وراء هو احتلال العراق للكويت وما نجم عنه من تداعيات أدت إلى قيام مطالبات في عدد من الدول الخليجية بضرورة إجراء الإصلاحات السياسية. ثم الموجة الثانية في 2001 إلى 2010 كان السبب الرئيسي وراءها كما ذكرت أحداث 11 سبتمبر، ثم الاحتلال الأمريكي للعراق، اللي عاملين شكل أيضا ضغط على دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إقامة إصلاحات سياسية. أما الموجة الثالثة والأخيرة هي الموجة 1914، هي موجة الثورات اللي اجتاحت المنطقة العربية والتي امتدت آثارها أيضا إلى دول مجلس التعاون، والدليل على ذلك بعض المطالبات التي ظهرت في الدول الخليج حول إجراء إصلاحات سياسية إصلاحات اقتصادية. أما فيما يتعلق بعملية تقييم الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون، نقول بأنه هذه الدول استطاعت حقيقة أن تنجز بعض الخطوات الإصلاحية ولا بأس بها، إلا أن هذه الخطوات لم ترتقي بعد إلى حجم يعني طموحات الشعوب الخليجية، ولذلك يمكن أن نؤشر بعض سمات وخصائص هذه الإصلاح السياسي. أولاً، أن هذا الإصلاح السياسي أتى من الأعلى إلى الأسفل وليس بالعكس، وهذا يعني أن الحكومات الخليجية لجأت إليهم مضطرة تحت ضغط الظروف الداخلية والخارجية، ولم تكن مقتنعة تمام الاقتناع بهذا الإصلاح السياسي. إذن ضغط الظروف الداخلية والخارجية هي السبب الأساسي. الأمر الثاني والميزة الثانية هو التدرجية في الإصلاح، يعني الميزة الأساسية للإصلاح في الخليج هو التدرجية بمراحل. هل الحكومات الخليجية لجأت إلى هذا الأسلوب أولاً لتتحاشى أي قفزات غير محسوبة تؤدي إلى عدم الاستقرار والأمن فيها هذه أولاً، وثالياً أنه تضمن عملية استمرار هذه الإصلاحات، أنه ما يخاف وما يخشى منه أنه هذه الإصلاحات بهذا الشكل لا تؤدي إلى تراكم، بحيث يعني كل سنة أو كل سنتين أو ثلاثة نشوف بأنه الإصلاح فعلا تطور وانتقل من مرحلة لمرحلة أخرى، وإنما يخشى منه أن يكون هذا الإصلاح هذا الأسلوب في الإصلاح أنه توقف عند أشكال معينة من الإصلاحات كما حدث في بعض الدول العربية، توقف عند مثل مصر على سبيل المثال في عهد حسني مبارك. السمة الأخرى هو الطابع السلمي للإصلاح. طبعا كل الإصلاحات اللي جرت في الخليج تقريبا كلها يعني تمت بمطالبات سلمية من قبل النخب او من قبل المواطنين، والدولة ايضا تتعامل بشكل سلمي مع هذه الإصلاح مع هذه المطالبات، ولم تلجأ الى استخدام العنف الا في حالة البحرين فقط، اللي لجأت لها الحكومة البحرينية تجاه المتظاهرين بعد ان بدأ المتظاهرين هم بمهاجمة الحكومة. رابعاً، نقول ما عدا الحياة البرلمانية ليس هناك شيء اسمه ديمقراطية في دول مجلس التعاون الخليجي، وإنما هناك يعني فعلاً هناك خطوات نحو الديمقراطية، وليس الديمقراطية أكبر وأعمق مما يحدث في الخليج.
الديمقراطية تعني الأحزاب، حرية الرأي، التعبير إلى آخره. طبعاً إذا ما استثنينا التجربة الكويتية فيما يخص بالأحزاب والتنافس والبرلمان وعملية حل وتشكيل إلى آخره، وإذا ما استثنينا أيضاً الحالة القطرية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، فإنه في الخليج ما يزال هناك كثير حتى توصل إلى مرحلة الديمقراطية. النقطة الأخرى هو عدم مراعاة مبدأ المواطنة في الخليج. الحكومات هي التي تعمد إلى سحب الجنسية أو إعطاء المواطنين وتصنيفهم حسب تصنيفات معينة، وليس المؤسسات الدولة يعني التنفيذية والتشريعية والقضائية هي التي تحدد ذلك. فيما يتعلق بالمرأة الخليجية، لا تزال هذه المرأة تعاني من التمييز والتضييق في حقوقها المدنية والسياسية. وثامناً، إن هذا الإصلاح السياسي لم يسبقه إصلاح ديني، كما هو معلوم بأنه منطقة الخليج فيها تيار ديني متشدد، وما لم يتم حدوث هناك إصلاح ديني لا يمكن أن يكون هناك جدوى من الإصلاح السياسي، لأنه عادة الإصلاح السياسي لا بد أن يسبقه إصلاح ديني، تقوم على أساس إعطاء فسحة من المجال لحرية الرأي والتعبير والشؤون الدين، موقف معين من الدولة إلى آخره. والأمر الآخر هو والسمة الأخيرة هو أن هذا الإصلاح السياسي لم يرافقه إصلاح اقتصادي. لا تزال دول الخليج تحتاج إلى إصلاحات اقتصادية، يعني لا تزال الثروة مركزة عند القريبين من صانع القرار، ليس هناك عدالة إلى حد ما، ليس هناك إلا عدالة اقتصادية في عملية توزيع الثروات، وهذا ما عكسته حقيقة المطالبات الشعبية اللي ظهرت في بعض الدول الخليجية بعد ثورات الربيع العربي بالمطالبة بوجود إصلاحات اقتصادية، منها التوظيف، زيادة المرتبات، البحث عن السكن إلى آخره. على ما سبق ذكره نستطيع القول بأنه الإصلاح في الخليج ما يزال في بدايته، يحتاج إلى الكثير للوصول إلى طموحات الشعوب الخليجية. السؤال الذي يطرح هنا، ما المطلوب عمله من قبل حكومات دول مجلس التعاون ليكتب للإصلاح السياسي فيها النجاح؟ وهذه نقطة مهمة جدا. نقول أن التغيير في شكل وأداء الحكومات الخليجية فيما يتعلق بعملية الإصلاح السياسي يمكن أن يكتب له النجاح إذا ما سارت هذه الحكومات على وفق الآليات التي يمكن أن تكون مهمة لسد أي فجوة بين المواطن الخليجي وحكومته، وهي هذه يعني الآليات. أولاً، الاعتراف بحقيقة وفاعلية الأجيال الجديدة. هذه الأجيال الجديدة ليس طموحاتها اقتصادية كما كان أبناء الخليج سابقاً، يعني إنما هناك مطالبات تتعدى الوضع الاقتصادي إلى أمور تتعلق بالكرامة والحرية. ثانياً، ينبغي تعديل الخطاب السياسي التقليدي. الخطاب السياسي التقليدي لم يعد ينفع مع هذه الموجة من الشباب. هذه الشباب لديها طموحات كبيرة جداً تتعدى، يعني ذكر أحد الأخوان في الجلسة الافتتاحية بأن طموحات الشعوب تتعدى طموحات القادة، ولذلك المصطلحات السياسية ومفاهيم السياسية التي كانت تستخدم سابقاً لم تعد تجدي نفعاً مع الشباب الثائر في هذه اللحظة. النقطة الأخرى، ضرورة تشكيل مؤسسات الدولة المدنية القائمة على أساس فصل السلطات وسيادة أحكام القانون. النقطة الأخرى، إيلاء المواطن الخليجي اهتماماً كبيراً من خلال التركيز على عدالة توزيع الثروة الوطنية على المواطنين كافة، وليس حصرها بفئات قليلة قريبة من دائرة صانع القرار أو الموالين له. النقطة الخامسة، تأسيس الأندية الثقافية وإفساح المجال للشباب المشارك فيها، وأيضاً إفساح للمرأة الانتماء إليها والتعبير عن طموحاتها. النقطة الأخرى، ينبغي إصلاح أو تغيير مناهج التعليم. حقيقة يعني حضرنا أمس أيضاً محاضرة لأحد الأخوات القطريات فيما يتعلق بإصلاح التعليم ما قبل الجامعي، تطرقت إلى هذه النقطة بإسهاب كبير، أنه التعليم لا يزال في الخليج يعني فوضوي، يحتاج إلى كثير لكي يرتقي به. يعني الأجيال السابقة تعليمها أقوى من الأجيال الحالية. الآن الشباب كلهم يعني اتجاه نحو يعني
ثورة المعلومات، الإنترنت، الموبايل، المهم عند هذه الأشياء، والتعليم، قراءة الكتاب، يعني هذه أصبحت بعيدة. لابد أنه يكون هناك تغيير في المناهج التعليم بحيث تنسجم مع الواقع الموجود بما يلبي طموحات هؤلاء الطلاب. النقطة الأخيرة، العفو، النقطة بعدها، ينبغي أن تخضع دول مجلس التعاون إلى خطة تنموية بشرية متكاملة تأخذ في الحسبان المتغيرات الجديدة التي بدأت تؤثر في تشكيل ثقافة أجيال الإنترنت لتشمل الخدمات وفرص العمل وتحت فرص الاندماج الثقافي في عملية التحول الصناعي المرتقب. النقطة الأخيرة هو العمل على دعم مؤسسات المجتمع المدني، وهذه نقطة مهمة جداً، ومحاولة فك الارتباط ما بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة. الآن في دول مجلس التعاون جميع مؤسسات المجتمع المدني هي مدعومة أو محتضنة من قبل الدولة. لابد أن نفك هذا الارتباط، لأن مؤسسات المجتمع المدني هي فعلاً البوابة للتدريب على الديمقراطية، فلابد أن نفتح وأيضاً نعمل على تغيير دورها من دور الرعائي والدور الإغاثي إلى دور آخر، دور التنموي. خاتمة نقول أنه الإصلاح السياسي في الخليج في المستقبل المنظور يعني سوف يستمر، وأهم يعني، ولكن أيضا سوف يستمر هذا التباطؤ في عملية الإصلاح. يحتاج الحكومات الخليجية أن تعمل أكثر، أن تسرع في وتيرة الإصلاح. نعتقد بأنه المرأة الخليجية في المستقبل المنظور سوف تكون لها دور مشاركة أكبر مما كانت عليه سابقا، ونكتفي بهذا القدر، وشكرا جزيلا لكم. شكرا سيدي. شكرا دكتور هادي على هذه الكلمة. ننتقل للأستاذ سعيد سلطان الهاشمي، وهو باحث مهتم بموضوع إصلاح موضوعات الإصلاح السياسي والفكري والثقافي وحقوق الإنسان. له في هذا المجال العديد من الكتب والأبحاث المنشورة. عمل باحثاً ومديراً المعلومات والبحوث والإعلام في مجلس الدولة العماني من سنة 99 إلى 2012. تحصل على بكالوريوس العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة الكويت في عام 99، وماجستير دراسات استراتيجية من جامعة أبردين في المملكة المتحدة. فليتفضل مشكوراً. شكراً دكتور ناصر، وشكراً جزيلاً للمركز العربي على كريم الاستضافة، وشكرا جزيلا لحضوركم أيها السيدات والسادة. سأبدأ، اسمحوا لي مباشرة أن أبدأ بالخلاصة. لتطوير وتكثيف جهود الإصلاح والتنمية في منطقة الخليج، في اعتقادي من الضروري تجاوز الخلافات الأيديولوجية المعطلة للطاقات والفرص. التحرر للوصول إلى الإصلاح الحقيقي لابد من التحرر من مسألة أن حقوق الإنسان ما هي إلا حق أريد به باطل، وأنها مطية استعمارية لقوى الهيمنة الدولية، فالعالم مشغول بنفسه وبمشاكله. من المهم للمجتمعات الخليج بمؤسساتها المدنية ونخبها التنويرية أن تنظر لمصيرة الإصلاح الشامل خارج إطار الصراع العقيم والضيق على السلطة والغنيمة. فالأمر أعمق من إزاحة نظام حاكم، فالمسألة أعمق من إزاحة نظام حاكم وإحلاله بجديد. وكذا الحال بالنسبة للأنظمة القائمة، فالمسألة أبعد بكثير من التربص والتضييق على التيارات الفكرية والسياسية وعلى الناشطين المذكرين بالحقوق، بصرف النظر عن كل ما يتركه ذلك من تشوهات في الوجدان الجمعي والفردي. فإن الأخطر من ذلك تراجع روح المبادرة لدى شرائح المجتمع، تآكل المسؤولية تجاه المتغيرات السياسية والفكرية والاجتماعية، العزوف عن التفاعل مع هذه المتغيرات، الإحباط من الممارسة السياسية المسدودة الأفق، تعزيز الفجوة بين المجتمع والدولة، فقدان الأمان الإنساني وتوازن العيش مع الآخر وقبوله وفهمه، وزعزعة الثقة في مفهوم القيادة بالأخلاق، مما يؤدي إلى شيء خطير، وهو الانسحاب من الحياة بمجملها لافتقاد الثقة بهذه الحياة وبأهلها. ومن هنا لا يجد الفرد والمجتمع إلا الجماعات المتطرفة من كل طيف سياسي
يستغل هذه العدة البشرية المحبطة كوقود مثالي لإشعال الصراعات العبثية والعنف المنظم في إطار شرائع الخلاص والتطهر بالانتقام وما تنظيمات العنف والدماء المحيطة بتخوم منطقة الخليج إلا أمثلة بسيطة لقادم مجهول أكثر تعقيداً وأخطر أثراً. إن أي حركة إصلاح وتنوير لن تؤثر في العمق في عمق اللاوعي الجمعي ولا في إلهام الأفراد دون أن تنتقل من مرحلة التنظير والشعارات والكتابات إلى مرحلة الممارسات والاحتكاك الميداني بكل تناقضاتها وتحدياتها، من طور الاهتمام النخبوي المعزول والمنعزل إلى طور الانشغال بتعليم مبادئ حقوق الإنسان في مناهج المدارس، في مناهج التعليم المكونة لأذهان ووجدان الأجيال الطالعة حتى تترسخ وتنمو. إن القيمة المضافة لكل هذه الجهود تتمثل في الإيمان بالعمل المدني المتواصل، تتمثل في الإيمان بالعمل السلمي والعلني والمداومة على تحويل كل الجهود الإصلاحية بالمفهوم الشامل، أعني لا أعني بالمفهوم الأيديولوجي والديني، إلى مدرسة للتربية السياسية والمدنية، وعدم التخوف من بث الثقافة السياسية والفكرية الواسعة والمتقبلة لكافة الآراء والأفكار مهما ارتفعت كلفة المخاطر، عن طريق تأمين منابر آمنة وعلنية في الداخل الخليج للأفكار الإصلاحية بسعة وبصبر جميل، والحوار مع من يخالفها ويختلف معها باحترام، وكفالة ممارستها ضمن التشريعات الوطنية ورعايتها بالتطبيق، إلى أن يسود المجال العام، العمل على أن يسود المجال العام في المنطقة التسامح والسلام والإيمان بالإنسان. في الورقة حاولت أن أطرح تساؤلات، لم أطرح أي حلول، بل بالعكس الحلول أنتظرها من النقاشات التي ستعقب هذا الطرح. النقطة المهمة عندما نأتي على جذر الجدل بين السياسي والحقوقي، وهنا سأحدد بالتحديد ما هو السياسي وما هو الحقوقي لكي لا نخلط. الحقوقي هو كل فرد يشتغل بشكل طوعي بلا أجر أو مقابل مادي في مجال المطالبة بحقوق الإنسان، ويدافع عن حق البشر دون تمييز بينهم بحسب الأصل واللون والجنس والجنسية والديانة والطائفة والمذهب والعرق والفكر والآراء السياسية وغيرها. أما السياسي هو كل فرد يشتغل لأجل تحقيق هدف ممارسة السلطة والمشاركة في الحكم والإدارة للشؤون العامة. عندما نأتي إلى الخليج في وجهة نظري أعتقد لا يمكن استبعاد سؤال الشرعية عن جذر الجدل القائم بين السياسي وبين الحقوقي. شرعية الدولة ونظام الحكم، أعني عن أي تعسر، لأن هذه موضوع سؤال الشرعية هو مسؤول عن أي تعسر اجتماعي باتجاه تنمية شاملة ودائمة ومتجددة، ويتجدد هذا السؤال مع احتجاجات الجماعة الوطنية التي تعيش فاعلة ومتفاعلة مع ذلك النظام أو تلك الدولة، بمقدار ما تكون السلطة قادمة من عمق إرادة الجماعة الوطنية، بمقدار ما يتم الاتفاق على الحد الأدنى من الشرعية، والذي هو في أبسط تعريفاته توافق قيم ومعايير السلطة وممارساتها مع قيم ومعايير المجتمعات التي تديرها. إن دول الخليج ليست استثناء من ذلك أبداً، لأنها أنظمة دول الخليج مهجوسة بسؤال الشرعية، قلقة من توافق وجودها مع متطلبات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي أي الشرعة أصبحت مطلباً ملحاً ومتنامياً لقطاع واسع من مواطنين ومن البشر الذين يتفاعلون داخل حدود دول مجلس التعاون. النقطة الثانية، تعالوا معا نحاول أن نحلل الأطراف الثلاثة في هذه الجدلية، وهي الأنظمة الحاكمة والمجتمعات ثم المشتغلين على القطاع الحقوقي. نأتي على مستوى الأنظمة الحاكمة، أظن وأفترض أن الأنظمة اشتغلت بثلاث نقاط وجودية طوال 40 سنة الماضية: محورية أمن الدولة في مواجهة أمن الإنسان،
ومحورية توزيع الثروة بما يكفل الولاء في مواجهة التوزيع العادل للثروة، ومحورية إعادة تدوير النظام الاجتماعي في مواجهة التطور لمدنية المجتمع بكل تناقضاته الطبيعية. نأتي إلى المحور الأول. وظفت رساميل ضخمة في بناء ترسانات لأجهزة أمنية عميقة تتتبع كل شاردة وواردة في حيوات الناس ونشاطاتها، كما صورت هذه الأجهزة الخطر البالغ من الحريات على الأمن الوطني وترويج العواقب الوخيمة من السير في طريق أفكار حقوق الإنسان، والتركيز على بعض النماذج الفاشلة لاتخاذها مثالاً على الانجرار وراء هذه الشعارات كالعراق وسوريا والصومال وغيرها. ومن فكت هذه الأجهزة الحاكمة تؤكد أن مطالب حقوق الإنسان والمنظمات التي تطالب بها مدفوعة بمشروع شيطاني يهدف إلى قلب أنظمة الحكم وإثارة الفوضى والقضاء على السكينة والأمن الفردي والاجتماعي. المحور الثاني، تم توزيع الثروة بشكل غريب. استفادت الأنظمة القائمة من الثروة النفطية الاستثنائية التي تدفقت منذ نصف الثاني من القرن العشرين، وتمكنت في إعادة صياغة نظام اجتماعي جديد يمكنها من الاحتفاظ بقدرات قانونية وسياسية وعسكرية كبيرة وممتدة وجاهزة للتصرف مع أي قلق شعبي للمطالبة بمطالب خارج إطار المرسوم المقدر. بالطبع هذا الأمر استوجب بالضرورة خلق طبقة سميكة من المتنفعين من كافة الشرائح الإدارية والتجارية والاجتماعية والثقافية والأدبية والأمنية، وأغدقت عليها هذه الأنظمة أموالا طائلة لتمتص أي مطلب تحديثي نابع من القاعدة الشعبية التي تنبع بشكل طبيعي وتتطور تطورا طبيعيا، وذلك لضمان ولائها للنظام الذي هو الدولة وهو الحكومة وهو الوطن في كل الأوقات. في المقابل تم محاصرة العناصر الفكرية والسياسية الجديدة التي أفرزها التعليم والسفر والاحتكاك بالخارج والاطلاع على تجارب الشعوب، والتي هي يفترض أن تكون الأنوية المفترضة الطبيعية لتطور المجتمع المدني الذي نتباكى عليه أنه غير موجود الآن، وتطلب الدولة منه واجبات لا يستطيع ولا يقدر أن يفعلها. بالنسبة للمجتمع، نأتي إلى محور المجتمع. المجتمع أيضاً يعاني من ثلاث محاور، أو هناك في ثلاث فرضيات أنا افترضتها في هذا الموضوع، وهي في موضوع الجدل بين السياسي والحقوقي مرة أخرى: الارتياب من فكرة حقوق الإنسان بوصفها تخالف الدين وتهدده، ربط فكرة حقوق الإنسان بالابتزاز السياسي الذي تمارسه الهيمنة الدولية، واستغلال شعارات حقوق الإنسان لتقويض النظام الاجتماعي السائد. في العامل الأول، تشترك معظم مجتمعات دول الخليج في حالة الارتياب من حقوق الإنسان، من ثيمة حقوق الإنسان ومن العاملين والمدافعين عنها. من العاملين والمشتغلين فيها، وطبعا تم تصوير ذلك على أنه هذا ضد الدين. ربما أن ذلك مرده إلى أنه أول من طالب الموضوع له علاقة جذر تاريخي، ربما لأنه عرفت المنطقة النضال لأجر أفكار التعددية والمشاركة في الحكم وحق حرية التعبير والتنظيم في أدبيات التيارات اليسارية في الخليج. فلذلك تم تصوير على أن هذه الحركة، حركة حقوق الإنسان، هي امتداد للمحاربين القدامى في مجال التيارات اليسارية، فتم إطلاق التيارات الدينية في محاربتها وفي وضعها في إطار ضيق جدا، عطل الكثير من الفوائد التي بالإمكان أن يحققها الإنسان الغير مؤدلج البعيد عن أي تصنيف، وتحققها الدولة أيضا بالضرورة. سأتجاوز كثير من الأشياء، الورقة تقريبا في حدود 25 صفحة لا أستطيع أن أذكر. سأتي إلى موضوع استغلال الاجتماع لفكرة حقوق الإنسان والابتزاز السياسي الذي تمارسه الولايات المتحدة وبريطانيا، ولعب هذا العامل دورا حاسما في الردة ضد الحقوق المسألة الحقوقية في الخليج، ويعني المثال الفاشل للتدخل الأمريكي في العراق، والخيبة الكبرى
للمشروع الأمريكي في العراق وفي الصومال وفي كل المنطقة أعطى هذا المثل، لكن لم يكلف أحدا نفسه في معرفة أنه حركة حقوق الإنسان أصلا لم تكن حركة أمريكية، بل بالعكس كانت ضد الحكومة الأمريكية. الحكومة الأمريكية ركبت الموجة بعد 40 سنة من تطور حركة حقوق الإنسان ورؤية وتقييم أن حقوق الإنسان هو المدخل الجديد والمقنع لجميع مناطق العالم للدخول. لكن هذا لا يعني، طبعا هذا لا يعني، يعني بالرغم من النبل الفكرة لا يضيره رداءة التنفيذ. فالمجتمعات الخليجية أعتقد أنها من المهم أن تعيد النظر في فكرة في فكرتها تجاه حقوق الإنسان. سأختم في أهم، لكي يعني لا أتهم في الموضوعية، في مدافعين عن حقوق الإنسان أيضا ساهموا بشكل أو بآخر في انسحاب أو في تشويه فكرة حقوق الإنسان في الداخل. في مجتمعات تعاني من الخوف المزمن من الانفلات والفوضى والانفجارات الطائفية، في مجتمعات تخاف من، في مجتمعاتنا هناك هشاشة لمفهوم المواطنة ومفهوم الدولة. لم يستقر مفهوم الدولة ليس معنا فقط، بل في مصر وفي دول كثيرة، وما فعله الربيع العربي هو أن أزاح ووضعنا أمام مستوانا الحقيقي و يعني أمام الأفكار والأشياء. نعم، يثير المدافعون عن حقوق الإنسان غضب السلطات في شتى أرجاء المنطقة بسبب جهودهم في تركيز التجاوزات، لكن أنا أعتقد أخيرا أعتقد بأن هنا يعانون من 3 أشياء رئيسية. التحديات الكبيرة التي تواجههم، الهشاشة المعرفية، هناك هشاشة معرفية في التعاطي مع ثقافة حقوق الإنسان وهذه تؤثر بشكل سلبي، هناك سطحية نظرية، هناك فقدان لعمق شعبي، وهناك أيضا أخيرا إصابة بمتلازمة الغنيمة، لأنه في كثير من المشتغلين في هذا الجانب يطمحون إلى أن يكون بدلاء للساسة الموجودين الآن ويقدمون مشروعا بديلا. هذا لا يعمل مع، هذا يتعارض تماما مع مسألة حقوق الإنسان. أعتذر لكم على الإطالة وفي الورقة الشيء الكثير. شكرا جزيلا لحسن إصغائكم. شكرا أستاذ سعيد الهاشمي. وخلونا من هالصباح نلطف الجو بطرفة بسيطة عن موضوع الإصلاح في الخليج. سنة 93 الكويتيين فكروا يشكرون أهل الخليج لوقوفهم معاهم يوم صار الغزو العراقي للكويت، فشكلوا وفد اسمه وفد الوفاء ولفوا على رؤساء دول الخليج يشكرونها، وقرروا يدعون برلمانات ومجالس شورى الخليج إلى الكويت لمؤتمر. طبعا أن تدعو برلمانات من الخليج إلى الكويت هذه بروحها قصة وفيها شبهة على البرلمانات اللي تروح الكويت. كانت الكويت موصومة بأنها ترغب بتصدير ديمقراطية بالطريقة الكويتية. فطبعا كل من قام يتعذر أنه والله إحنا ودنا لكن تدرون والظروف، إلى أن صار اتصالات على مستوى القيادة والحمد لله وافقوا حضروا. كنت أحد اللي شاركوا في شيء اسمه ملتقى الوفاء لمجالس الأمة والشورى والوطني والنواب في دولة الكويت. اجتمعنا وكلمات وافتتاح، بعدين سووا لجنة لصياغة البيان الختامي، طلب مني أشارك من الطرف الكويتي. فالآن إحنا في اللجنة بنكتب. طيب إيش نكتب؟ قلنا نكتب مرئياتنا للوضع العام في الخليج، مرئياتنا للاقتصاد في الخليج والتعاون، مرئياتنا للتعاون الثقافي والتعليم إلى آخرها. فطلع لنا واحد من الوفود قال وش تقولون أنتم؟ كنا بنكتب بيان. قال البيان حسب أعرافنا يشتمل على فقرتين: شكر لحسن الضيافة ونتمنى أن نراكم مستقبلا، نقطة. قلنا له ليش؟ قال يا جماعة أنتم تبون هاللقاء يتكرر ولا تبون هذا الأول والأخير؟ قلنا طبعا نتمنى يتكرر. قال خلكم امشوا عدل وتركوا عنكم التدخل في الشؤون العامة، هذا مو بشغلنا. الحين هذا عضو مجلس شورى في احدى الدول، هذا مو بشغلنا، نتكلم عن الشأن العام.
خلكم بالشكر، وهذه نصيحة مني لكم، وتركوا عنكم الكلام اللي ما ينفع. طبعا احنا انزعجنا ولقينا الكلام متقبل من بعض الوفود، فاستعنا برؤساء البرلمانات ومجالس الشورى، قلنا يا معودين اسعفونا. طبعا لقوا حل انه يطلع بيان ختامي ما في الا شكر ويعني كلمات بروتوكولية، ونسوي ملحق اسمه تقارير اللجان، اللجنة السياسية والاقتصادية، وبالتالي نخرج من مثل هذا الإشكال. فطبعا ثقافة أن الشعوب يكون لها دور في رسم السياسة وصناعة القرار، يعني ثقافة تحتاج إلى عمل مضني في منطقتنا الكريمة. متحدثنا القادم الدكتور عبد الله البريدي، الله يعز بريده، أستاذ الإدارة والسلوك التنظيمي في جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية، له العديد من الكتب المنشورة في القضايا الاجتماعية والسياسية في الخليج العربي، تحصل على شهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة الملك سعود، وشهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال تخصص السلوك التنظيمي من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الورقة: العقد الاجتماعي والهوية والاقتصاد السياسي، تأثير تضافري مربك لدول الخليج العربي. سأبدأ المداخلة بمقاربة سردية رمزية. ورث أبو سالم بناية كبيرة يستخدم بعضها للسكنة وبعضها الآخر يكريه للحصول على ريع يصرفه على عائلته التي تكبر مع مرور أيام باتت أكثر صعوبة وتعقيدا وتكلفة. طلب المستأجرون لقاء من أبي سالم للحديث معه حول قيمة الإيجار. حين دلف إلى مجلسهم قال دون إبطاء: لا تغيير في العقد. صعقوا بهذا الكلام المفاجئ وكأنه يسبق حديثهم، فكروا مليا، ثم قال أحدهم: يا سيدي، العقد موقع قبل سنوات طوال، وكما تعلم فقد تغيرت الأمور وانخفضت أسعار العقار بنسبة لا تقل عن 60% في عموم المنطقة، ولذا فلا بد من تغيير العقد تماما كما فعل الآخرون في عقودهم مع مستأجريهم. أصر أبو سالم على موقفه محاولا إقناعهم بأن الأمور يجب أن تسير كما سارت عليه في أيام خلت. استدعى أبو سالم موظفه وطلب منه جمع معلومات عن كافة المستأجرين لديه من حيث الأفكار التي يؤمنون بها، ولم ينتظر طويلا إذ كشف النقاب عن نيته بمضايقة كل من يشك في أفكاره وطرد كل من يعتلق أيديولوجية معينة، ولم يقصر نواياه على مستأجريه فقط بل أوصلها إلى أصحاب العمارات الأخرى. حاول الموظف ثنيه عن ذلك بحجة أن المجتمع يسع الأفكار المتنوعة، فنهره وهدده بالطرد أيضا. تحدث بعض أبنائه معه قائلين: يا أبي، لا نراك موفقا في تنمية المال الذي في يدك، فأنت تكتفي بجمع قيمة الإيجارات وإعادة توزيعه علينا بطريقة عشوائية وغير ملبية لاحتياجاتنا جميعا، فثمة أناس لا يحصلون منك على كل ما يحتاجونه، والباعث الأكبر على القلق أننا نتناسل بسرعة كبيرة تتجاوز نسبة الزيادة في إيراداتك التي تتناقص لتقادم البناية، وهذا أمر قد يجب لنا الفاقة والعوز بعد فترة من الزمن. استشاط أبو سالم: ألا يكفي أنني أعطيكم كل هذه الأموال وأصرف عليكم بسخاء؟ حقا إنكم جاحدون. صرخ أبو سالم في وجه محدثه: كيف تجرؤ على الزعم بأن بناية العظيمة قد تتعرض لانهيار جزئي وكلي من جراء تسلل الماء إلى بعض السقوف والأعمدة؟ رد محدثه: يا سيدي، الكلام المجرد لا يجلب ضررا كهذا لبناية متماسكة. الكلام المجرد لا يجلب ضررا كهذا لبناية متماسكة. لتوقف قليلا ولتفكر معي في هذه الحقيقة، ثم لما لا نقوم بمعاينة المشكلة بأنفسنا؟ هل نتصل على مكتب هندسي متخصص؟ قام أبو سالم محتدما ودخل بيته. الورقة تستهدف يعني ملامسة شيء من التأثير التضافري لثلاثة عوامل: عامل سياسي وعامل ثقافي وعامل اقتصادي. العامل السياسي هو العقد الاجتماعي،
والعامل الثقافي هو الهوية، والعامل الاقتصادي هو الاقتصاد السياسي. مرة أخرى نتكلم عن العقد الاجتماعي، العامل السياسي والعامل الثقافي والهوية والعامل الاقتصادي والاقتصاد السياسي. التأثير التضافري هو مصطلح قمت بسرقته إن صح التعبير من العلوم البحتة، ويشير إلى تفاعل جماعي شبكي معقد بين جملة من العوامل تحدث أثارا تفوق عادة الأثار المتوقعة، وبطريقة تتجاوز المتواليات العددية إلى ما هي يشبه المتواليات الهندسية أو ما إلى ذلك. أحاول قدر المستطاع أن يعني أشخص بعض التأثير التضافر لهذه العوامل بقالب منهجي هذا، لعل هذا القالب يشجع الأطراف ذات الصلة بالاعتراف الشجاع ببعض المشاكل. طبعا لا شك أن هناك تفاوت بين دول الخليج فيما يتعلق بالعوامل التي يعني تطرق لها. العقد الاجتماعي ودون الدخول بحيثيات كثيرة موجودة في الورقة، أشير إلى أن تأسيس أي دولة يقوم على ركنين: المشروعية والشرعية، المشروعية للدولة والشرعية للنظام الحاكم. العقد الاجتماعي قصدت به الاتفاق على الأطر والصلاحيات والحقوق والواجبات التي تحكم العلاقة بين الحكام والشعب، بما يحقق الثقة المتبادلة والعدالة والكرامة والحرية والأمن والأهداف المجتمعية في سياق يضمن السيادة والاستقلال والحماية للكيان الوطني. العالم المعاصر أفرز قيما كونية ترسخ حقيقة أن فرضية أن الحكومات تستمد شرعيتها المقبولة والدائمة من شعوبها. عندما نتساءل عن الشرعية بالنسبة للحكومات الخليجية نجد أنها مستمدة من بعدين تاريخي وديني، هذان البعدان يؤسسان مركبا تأسيسيا للشرعية لكنه مركب مبهم، فأحيانا يزداد البعد التاريخي وأحيانا يزداد البعد الديني ويتفاوت هذا من دولة إلى دولة. المشكلة هنا أن الحكومات في الخليج العربي تتوهم بأن مسألة الشرعية مسألة استاتيكية وليست ديناميكية، يعني تتكئ على نسخة ثابتة من التأسيس التاريخي الديني، وتظن بأن هذا الأمر يعني يمكن استدامة هذه الشرعية وهذا اللوم من الشرعية، ولهذا فهي تزعم التعالي على التاريخ واستملاك المطلق، مما يوقعها في وهم أن التاريخ بات غير قادر على صناعة فعل حرج قد يغير المعطيات. إشكاليتان أمر عليهما بشكل سريع حول العقد الاجتماعي. الإشكالية الأولى بالنسبة للحكومات الخارجية أنها تتعامل مع العقد الاجتماعي تعاملا ضمنيا، بمعنى أنها تميل أصلا لعدم الاعتراف بفكرة العقد الاجتماعي. وأنا أؤكد هنا أن عدم الاعتراف بفكرة العقد الاجتماعي لا يلغي حقيقة وجود العقد الاجتماعي أصلا، فهو موجود، لكن التعامل الضمني هو السائد مع وجود ما يمكن وصفه بعقد الغلبة والغنيمة أيضا في الخليج العربي، وهذا له تفصيل وأعتقد أنه فيه قدر من الوضوح. الإشكالية الثانية في العقد الاجتماعي أنه مع وجود التعامل الضمني هناك حتى التعامل الضمني يميل أيضا إلى التعامل المحسوم، بمعنى النظرة الاستاتيكية الثابتة، وليس أنه العقد الاجتماعي يجب أن يتغير وفق معطيات جديدة وأفكار جديدة. أنتقل للحديث عن المأزق الهوياتي في الخليج العربي. الهوية هي التي تنفخ روح المعنى في جسد الشرعية، ولهذا قدمت العقد الاجتماعي للهوية. هنالك نوع من أنواع الإنجاز في دول الخليج العربي يجب أن نعترف به ونقدر هذا الإنجاز، أن دول الخليج خاضت يعني معارك لا بأس بها طويلة نسبيا، يعني أخذت أكثر من عقد لمحاولة تكوين هويات وطنية، وبدأ الناس فعلا في الخليج بالشعور بهويات وطنية ذات استقرار وقبول جيدين،
وهذا أمر جيد. لكن المأزق الهوياتي في ظني في دول الخليج العربي لدى الحكومات تحديدا أنها توهمت أنها حسمت بشكل نهائي معركة الهوية، ولم تفطن إلى أن الهوية أصلا لا يمكن أن تكون مستقرة ولا ناجزة ولا نهائية في أي مجتمع إنساني. ولذلك هذا الأمر أدى بها إلى توريث الهوية، وهذا ما جعلني اقترح مفهوما يمكن يصلح لوصف هذه الظاهرة، أنه أصبح لدينا في دول الخليج العربي، وأقصد طبعا دول مجلس التعاون، ما يمكن وصفه بالهوية المتوهمة، أنه الهوية المتوهمة هوية الكبار التي يعتقد الكبار بأنه يجب أن يعتنقها الشباب والأجيال الجديدة دون أن يكون هناك أي نوع من نوع التعاطي مع المستجدات والمتغيرات. هناك هويات كبرى تؤثر على البعد الديني والثقافي والفكري والمجتمعي والسياسي، هناك الهوية السنية، هناك الهوية السلفية السنية، وهذه أيضا يعني لها بعض الإشكالات، وهناك الهوية السلفية الشيعية وأيضا تخلق بعض الإشكاليات، هناك الهوية الصوفية وأيضا لها بعض الإشكاليات مع الهوية الإباضية تحديدا في عمان، وهنالك ما أسميته بالهوية المكدرة أو المكدرة نظر لابتلاع الخليج العربي لكم هائل من العمالة الأجنبية دون استطاعة لهضم هذه العمالة. بالنسبة للاقتصاد السياسي، الاقتصاد الذي يمارس في الدول العربية بشكل عام ليس اقتصادا بالمعنى الفني المتخصص، وإنما هو اقتصاد سياسي، وأقصد بالاقتصاد السياسي كافة الممارسات التي تبدو كما لو كانت محركة لتروس الاقتصاد ومحققة للعدالة الاجتماعية، وهي في الحقيقة ممارسات عشوائية مؤقتة مضللة تروم تحقيق غايات سياسية تكتيكية عبر آليات وقوالب تحمل آثاراً سلبية على بنية الاقتصاد وإمكانياته لتحقيق تنمية مستدامة عالية وفق منظور استراتيجي. هناك شواهد في الورقة تؤكد على أن الاقتصاد السياسي في دول الخليج ممارس وهو الأصل. الآن آتي بما توقع لي من الوقت لالتقاط بعض الآثار التأثير التضافري وما أسميته بالتأثير التضافري. التعالي أو التجاهل للعقد الاجتماعي في دول الخليج العربي مع فشل الاقتصاد السياسي بأنه لم يكن هناك فعلا احتواء جيد للفئات الشابة، ولذلك هناك سخونة يعني واضحة في تويتر من أجيال الشابة، هناك سخط يعني كبير من الأوساط، هناك بطالة، هناك عدم ارتياح، انتقل الإحباط من كونه حالة إلى كونه سمة، بل ربما تعدى من الإحباط إلى الاحتباط، وهذا يعني أمر يعني مشاهد. إذن فشل يعني عدم وجود حتى نوايا إصلاحية لتجديد العقد الاجتماعي والاعتراف بأن هناك عقد اجتماعي يجب أن ينظر إليه ويعاد النظر إليه، فشل الاقتصاد السياسي، عدم مراعاة المأزق الهوياتي في دول الخليج العربي، كل هذه الأشياء تفاعلت فيما بينها لتثمر ما يمكن وصفه بوجود هوية عدمية، وذلك أن وهذه موجودة وتتنامى لدى الشباب بطريقة فعلا مخيفة، الهوية العدمية، ذلك أن روح صاحبها تخفق في التعايش مع ما تراه وجودا فاسدا قبيحا منفرا ميؤوسا منه. أنا أحيل إلى شريحة من الشباب لا يمكن التجاهل ما يعتمل في وجدانهم ونفوسهم وعقولهم، لتصل إلى حالة من الانتحار في وضع عدمي مشوش، فهي لا تؤمن بغير التدمير المطلق لكل شيء دون أن تتوفر، هذه الخطورة دون هذه الأجيال الشابة دون أن تتوفر على أي رؤية إصلاحية تنموية حقيقية. فالتدمير أضحى وسيلة وغاية. أيضا في الخليج هناك موجات التدين المغلظ في الإطارين السني والشيعي، وأصبحت السلفية السنية والسلفية الشيعية هي التي توجه وتصنع الرأي العام للأسف في دول الخليج العربي. يعني هذا جانب يعني خطير،
هنالك أيضا يعني جانب أنا أشير إليه بعجالة شديدة، أنه ضمن المأزق الهوياتي هنالك نوع من أنواع يعني وصول المأزق الهوياتي للجانب السياسي، لا سيما أنه بعض الدول بدأت تتبنى، يعني مثلا الإمارات وتحديدا أبوظبي بدأت تطرح الصوفية باعتبارها أيديولوجية للدولة، وهنالك مؤشرات على هذا. طبعا نعرف أنه السلفية السنية على وجه التحديد تمارس يعني نوع من التطرف الشديد تجاه الفكر الصوفي، ولهذا نعتقد أنه إذا ما استمرت أبوظبي على طرح الصوفية على أنها أيديولوجية، نعتقد أنها سيكون لها انعكاسات سياسية على المستوى الخليجي وعلى وداخل الإمارات، لأنه الشارقة أيضا محسوبة على أنها سلفية بقالب سلفي. بقي دقيقة دكتور، أنا حاطط طرح المؤقت. يعني أختم بأنه يعني أشدد في نهاية المطاف على أنه لابد من وجود إصلاح جوهري ملموس سريع. عندما نطالب الحكومات الخليجية بالعقد الاجتماعي، لا نقول بأنه لابد من التعامل الصريح، ممكن أن يكون تعاملا أيضا ضمنيا حتى لا يحدث نوعا من الإحراج السياسي، ممكن أن تستعين بمنظومة من الخبرات بحيث تتعامل مع العقد الاجتماعي بطريقة لا تربك أو لا تحرج السياسي. ليس الهدف الحقيقي إرباك أو إحراج السياسي، وإنما الهدف هو إيجاد إصلاح يعني ينعتق بنا من الهوية العدمية التي يمكن أن تقود بعض المجتمعات الخليجية إلى ما أسميته في مقال لي بالثورة الماحقة، وهي عبارة عن فوضى مشتركة لا يستفيد أي طرف منها، وهي خطورة بالغة. شكرا جزيلا. أشكر الدكتور عبد الله البريدي على ورقته، ومتحدثنا الأخير الأستاذة ريا إبراهام. ريا is going to deliver her speech in English, so she is a researcher, doctoral research in the Center for Gulf in the Arabic Cultural Center in India, University of Millia, Islamic University of Millia, New Delhi. She was associate affiliate in the Center for the Studies of Air Force in New Delhi, and she followed master's degree in political geography and international relations in the University of Manipal. She has published a number of articles like the scattering of Indians in the Arabian Gulf, the Afghan Arab refugees in Iran and Pakistan. Raya. Thank you, sir. I first of all want to thank the organization for الحديث إليكم. ديرون أتحدث عن تفكيكي العنوان بسبب بعض المفردات. أريد أن أقول التالي، عندما أتحدث عن الإصلاحات السياسية أنا أعنى بموضوع الحوكمة، أقصد الحوكمة والتدابير التي اتخذت كجزء للحلول دون وقوع الأزمة. والحوكمة هي بطبيعة الحال هي سياسة حكومية مرتبطة بالمجتمع، وأيضا تعنى ب المناصفة. وأما الحوكمة من واجب الرعاية تعتبر أمورا وطنية، وأعتقد أن القضية يجب أن نأخذها من إطار إقليمي مرتبط بالأمن الإقليمي. لذلك التحديات المرتبطة للإصلاحات السياسية أعني بها الحوكمة أو الحكامة. عندما تحدث عن الانتقال السياسي لا أعني دمقرطة كاملة، ولكن محاولة تبيئة ما يحصل في العالم ومحاولة العناية بالمجتمعات ما بعد التقليد، وأنظر في التكامل الإقليمي لتسهيل الاستقرار السياسي ووجود ترتيبات متعددة الأطراف تساعد الحوكمة الإقليمية. وفي حالة دول مجلس الخليج سوف أتحدث عن الكونفدرالية، لأن هذا مفيد لمجتمع فيه الكثير من الأعراق. لقد تحدثت على ثلاثة أمور: المساهمة
مجلس التعاون الخارجي للأمور المرتبطة بالإصلاحات والتحديات التي تعترض سبيل دول الخليج. لن نخوض في تفاصيل دول الخليج لأن السادة تحدثوا عن دول الخليج، ولكن أقول أنه نعرف أن دول الخليج بطبيعة الحال عكفت على إجراء إصلاحات سياسية، وكانت ثمة ضغوطات من طبقات المتوسطة وطبقات المثقفة ومن مجتمعات أهلية دولية. إن هنالك فروقات بين دولة وأخرى، بما في ذلك استحداث على سبيل المثال منظمات أخرى واجتذاب النساء، ولكن هذه الإصلاحات لم تكن مستدامة. وقد رأينا أيضا الربيع العربي، وثمة بعض الضغوطات المرتبطة بإجراء إصلاحات في تلك البلدان التي تريد أن تعزز بالاستقرارها، ولكن هذا أحدث نوعا من الخشية مرتبطة بعدم الاستقرار الذي يمكن أن يلقي بظلاله على الاقتصاد والتنمية. ثمة تحديات برغم الإصلاحات السياسية التي عكفت عليها الحكومات كما تحدث السادة. ثمة أمور مرتبطة بالمجتمع تؤثر على مساهمة النساء. ثمة قيود من قبل الحكومة متصلة بالأولويات وسلمها، وهناك أيضا أمور مرتبطة بالمؤسسات ذات الصلة. الجزء الثاني من الورقة سوف أتحدث فيها عن دور دول الخليج في المنظمات الموجودة في دول الخليج. هذه المنظمات رأت بالفعل تغييرات مرتبطة بالأمن الخارجي وتحوله إلى الأمن الداخلي، وثمة تعاون في هذا المقام في المجالات الإنسانية وتعاونات أمنية من ناحية تحديث الشرطة، ولكن هذا كان هذا مرتبط ببعض اللجان البلدية التي عززت من مفهوم التنمية. إن التعاون كان محدودا في القضايا السياسية في دول الخليج كما قلت، لأن الأمر مرتبط بالأمن القومي وليس البعد الإقليمي. ثمة تحديات تاريخية بطبيعة الحال متصلة ببعض النزاعات وأمور مرتبطة بالسيادة، و أيضا الأمور المرتبطة بميثاقات الدول هي عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. ثم أيضا تعاونات في حدها الأدنى، ولم يكن ثمة حوكمة وسلوك مستدام بين الحكومات في الخليج، ولم تكن هنالك أجندة واضحة لتعزيز هذا المقام. إذا ما حاولنا أن ننظر في الربيع العربي ومنظمات دول الخليج، نحن نؤمن أنه عندما يتصل الأمر باجتماع الحكومات لإدارة الأزمة، فثمة تشاورات يمكن أن تفضي إلى أمور متصلة بربما استخدام درع الجزيرة في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان أمور مرتبطة بتدخل درع الجزيرة من دون وجود تدخل خارجي. وثمة بطبيعة الحال بعض الإصلاحات التي تأتي هنا وهناك يمكن أن تعزز في المستقبل. إذن نحاول أن ننظر في الشق الثالث من ورقتي، لماذا يتعين تعميق هذا الأمر من خلال اتفاقيات دولية؟ وأعتقد أن هذا الأمر هو أمر أساسي ويأتي بحزم، وإن الشرعية المرتبطة بالامتثال متصلة بالمخرجات، وفي بعض الأحيان الجهود هي يمكن أن تكون مشروطة، ولكن التكامل الإقليمي هو بطبيعة الحال متصل بالتجانس المحلي. يمكن أن يحدث منظمات جديدة تتعايش مع المنظمات التقليدية. إن التكامل الإقليمي هو أمر أساسي، لا سيما إذا تعلق الأمر بالتحليل المقارنة بين الدول التي تعنى بهذا الأمر. إذا السؤال المطروح هو لماذا يتعين لمنظمتي أن تتداعب فيما بينها؟ من الأهمية بالمكان أن ننتقل من التعاون إلى التداؤب أو التكامل، لأن هذا يمكن أن يفضي إلى موجة من الاقتصاد والحوكمة التي يمكن أن تعزز. إن العولمة كظاهرة أثرت على تعزيز التداؤب في ما بين المؤسسات والحكومات، ودفعت أيضا بالمنظمات لكي تمد الجسور مع الأطراف في
الأقاليم، وبطبيعة الحال فإن ثمة منبر يمكن الاعتماد عليه في دول الخليج للوصول إلى التداوب الإقليمي. إن دول الخليج بطبيعة الحال لديهم خبرة وهوية مشتركة مع الكثير من الدول، وعليهم السهولة بمكان أن يتكاملوا عوضا عن يتعاونوا فقط. وإن الأمر المرتبط بالأمن هو يشكل دافعا في هذا المقام، وهذا بطبيعة الحال مرده للتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. كيف يمكن لي الوصول إلى التكامل؟ أعتقد أن ثمة تحديات، وبطبيعة الحال الإصلاحات التي أجريت هنا وهناك تعترضها بعض التحديات. أعتقد أن الوصول إلى التكامل سوف يحث المنظمات على تعزيز مبدأ الحوكمة من خلال تنسيق السياسات والأمور الفنية على المستوى المحلي والإقليمي. إن توحيد المعايير يعزز من هذا الأمر، فإن القضايا الوطنية تصبح قضايا فرعية، ويعزز من القضايا الإقليمية لكي تمضي على قرب وساق وتوسع من خلالها الهوية، وأيضا يساعد ذلك في تعزيز الموارد لإحداث الإصلاحات. وسوف تخصص أيضا موارد مرتبطة بالمستويات الإقليمية والوطنية. يجب علينا أن نتذكر أن النمو الاقتصادي والسياسي يتلازمان، ولهذا فإن التكامل تشكل منبرا لكي يتداءب فيما بينهما. أريد أن أنهي حديثي بالقول أن هو بالاعتماد على ورقتي أن البلد الواحد لا يمكن أن يصفق بمفرده، وبطبيعة الحال فإن الانتقال من التعاون إلى التكامل يتطلب تداؤبا وانسجاما وتناغما وأيضا استقرارا سياسي في جميع البلدان. التحديات موجودة وهي لا تزال موجودة في وجه التكامل، فالتكامل سيتطلب خططا طويلة الأمد ومفاوضات لأغراض سياسية، والتوافق يجب أن يطفو على السطح. والأمر الآخر هو تعزيز منظمة مجلس التعاون الخليجي في كل البلدان. يجب أن تتخذ النخبة هذا نصب أعينها. يجب تعزيز الاستعراضات ووجود الآليات، والحديث عن الحوكمة لغاية الآن يتعين إطلاق المبادرة في هذا المجال للاعتماد على آليات نؤسس من خلالها لدفع الكفاءات ووجود مساقات تدريبية وتعزيز البنية البرلمانية ووجود مؤتمرات تجتذب النساء ووجود لجان تكافح الفساد وأيضا تعزيز المحل. شكرا جزيلا لكم. Thank you, Ria. بعد هذه الأوراق الأربع الثرية والمتنوعة نفتح المجال لحضراتكم لمداخلاتكم وتعليقاتكم. تفضل. بعدين أبو سالم. توفيق السيف. تعرف حضرتك لو سمحت. توفيق السيف. عندي الحقيقة مداخلة مع حديث دكتور عبد الله البريدي. أنا أظن في تعريف الهوية ربما يكون قد حصل خلط، أو هكذا فهمت، بين نعم أوكي. أقول في تعريف الهوية كما عرضه دكتور عبد الله، أظن أن هناك يعني هكذا فهمت أنه حصل خلط بين المقاربة أو المعنى السيكولوجي للهوية والمعنى السوسيولوجي السياسي للهوية. معنى السيكولوجي للهوية اللي هو عرفه أنه الهوية في حالة تكون، وهي تبدأ بطبيعة الحال بمقارنة الذات مع الآخر، هذا الذي ركز عليه. يعني لذلك ذكر هوية صوفية وسلفية وشيعية وأباضية وإلى آخره. هذه هويات يعني دون وطنية تبدأ بمقارنة الذات مع الآخر، يعني الآخر هو الذي يعرف إذا صح التعبير. لكن فيما يخص الهوية الوطنية التي نحن يعني اللي هي موضوع الحديث، نحن نتحدث عن معناها السوسيولوجي أو السياسي، وهي تعريف الذات، تعريف من نحن، نحن سعوديون ماذا يعني، نحن كويتيون ماذا يعني، ثم على ضوء ماذا يعني هذا التعريف نعرف علاقتنا بالآخر أو موقعنا تجاه الآخر، وليس العكس كما في المقاربة الأولى. شكرا. شكرا. تفضل. محمد الراشد. يعني إضافات وليس تساؤلات. هناك وضوح تام أن في هناك حالة تراجع
عند النخب والمثقفين في دول الخليج في هناك في حالة تراجع، لست هنا بصدد أسبابها، ولكن هناك في حالة تراجع واضحة عند النخب والمثقفين الخليجيين في موضوع قضايا الإصلاح بشكل كبير نتيجة الاستقطاب أو أي عوامل أخرى. هذا التراجع عند النخب لا يوازي في المقابل تفهم من السلطات، وبالتالي واضح تماماً أن هناك تراجع على كل الأطراف في موضوع الإصلاح. الجانب الآخر في الملاحظ أن نتيجة التغول للمشروعية أدى إلى زيادة في حالة انتهاكات حقوق الإنسان في دول الخليج، وهذا الآن واضح تماماً إلى درجة الآن نصل إلى في الكويت عندنا إلى موضوع إسقاط الجنسية، وبالتالي في هناك زيادة منسوب في السنوات الأخيرة في تراجع الحقوق الفردية وتغول السلطة على الحقوق الفردية. الجانب الآخر لا توجد لدينا إن صح التعبير حتى فيما يتعلق بالنسبة للإصلاح من الأعلى اللي ذكر بعض الإخوان، لا توجد رؤية عند حكام الخليج فيما يتعلق في الإصلاح السياسي، ما في رؤية. موجود رؤية تتعلق في الإصلاح المدني كما شاهدنا في دبي وغيرها، ولكن رؤية واضحة عند السلطة فيما يتعلق بالإصلاح السياسي واضح تماماً هي حالات ظرفية ولا تتعدى إلى جانب يعني الرؤية الاستراتيجية. فلا توجد عندنا يعني كما شاهدنا في الستينات عندما يعني تم تطوير دستور الكويت برؤية واضحة من تقدم يعني أحد أبناء السلطة في مثل هذا الموضوع. الجانب الآخر هو ما يتعلق في أيضاً العكس صحيح، أن لا توجد أيضاً قيادة شعبية تقيد عمل إصلاح، ما عندنا قيادة في 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 النخب الشعبية أو حتى في التيارات السياسية أو حتى في تيارات المجتمع المدني فعلاً تكون يعني قائدة ولديها تطور في هذا الجانب. فلا عدم وجود القيادة في الجانب السلطة والقيادة في جانب التيارات الشعبية هذا قاعد يؤدي إلى تراجع في الإصلاح السياسي. كل عمليات الإصلاح السياسي أغلبها كانت نتيجة ما يسمى بالأفكار العابرة للحدود. غالبية الإصلاح السياسي أتانا لا يوجد انبثاق فكر ومعالجة لقضية حقيقية ذات رؤية وطنية فيما يتعلق بالإصلاح السياسي، أغلبها ناتجة من ردات فعل أو إنها لأفكار عابرة يعني الحدود في منطقة الخليج، وهذا طبعا يؤثر كثير تأثير كبير جدا على موضوع الإصلاح. النقطة الأخيرة موضوع المجتمع المدني ضعيف، يعني إذا قارنا بالجانب الآخر وهي السلطة والمؤسسات، موضوع نمو منظمات المجتمع المدني وتحولها من فعل إلى سلطة. إحنا عندنا أربع سلطات إن صح التعبير، التنفيذية والتشريعية والقضائية وكما تسمى السلطة الرابعة، يجب أن تتحول منظمات مجتمعية إلى سلطة وإلا لن تستطيع أن تحدث التغيير. شكرا. شكرا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي نقطتان موجزتان، الأولى وهي المتعلقة بقضية العقد تعريف مسفر القحطاني، متعلقة بقضية الفكرة التي ذكرها الدكتور عبدالله البريدي في ورقته المميزة، مع الشكر لبقية المداخلين في أوراقهم. النقطة الأولى المتعلقة بفكرة العقد الاجتماعي، نحن نعلم أن في منطقة الخليج العربي كان هناك في علاقة توافقية طويلة الأمد وتاريخية ما بين السلطة وما بين الشعب، ولذلك كان هذا التراضي موجود وهناك في توافق كبير، والانتماء لمثل هذه السلطة جاء عن اختيار، لم يكن مبنيا على قوة ولا على عنف ولا على انقلاب، ولذلك أدى إلى تفاعل وتكامل كذلك ما بين السلطة وما بين المجتمع. الأمر كان يحقق أيضا للشعب يعني أمور إيجابية ومندوحة تقوي مثل هذا التراضي وهذا التوافق، مثل حماية الدين، تعزيز الوحدة، إيجاد الوفرة والتنمية داخل المجتمع. الذي حصل من بعد عصر الثمانينات والتسعينات أن كان هناك في تنامي وتطور في المجتمع ككل،
مما أدى إلى وجود مؤسسات كثيرة في الدولة اهتمت في الغالب في المجال الاقتصادي أو أحياناً في المجالات الأخرى الحياتية المجتمعية، إلا أن تطوير العلاقة ما بين مؤسسة السلطة والمجتمع ما زالت بكراً على الأساس الأول. الذي يحقق لها الركود والرضا هو الانتماء الحقيقي والفهم الواضح لدى الأباء والأجداد، بينما الأبناء والأحفاد قد يحتاجون إلى أن تنمو هذه المؤسسة لأن تكون عقداً اجتماعياً. فكرة العقد الاجتماعي فكرة مؤسسة لمثل هذه العلاقة وتحقق فعلاً التكامل والاستقرار، إلا أنها في المجتمع الخليجي كانت مبنية على فكرة تاريخية قد لا يعيها الأبناء ولا يعيها الأحفاد، مما يتوجب حقيقة إلى أن تنمى تنمية سياسية واضحة. النقطة الأخيرة وأختم فيها يعني بأقل من دقيقة، وهي متعلقة بأن الهويات فعلاً في مأزق في المجتمع الخليجي، ونحن نمر بتداخل هويات ربما ليس موجوداً في مجتمع آخر، وهذا عدم الانتظام في الهويات الموجودة لدى الفرد الواحد أدى إلى تداخل، وهذا التداخل أحياناً سبب نوع من الأزمة الحقيقية. مثال بسيط أن من بعد التسعينات لما بدأت حركة التطوير في المجتمع الخليجي كان الذي يدير حركة التطوير والحداثة هو الاقتصادي، وبالتالي كان يعتمد على المستورد الخارجي ونقل النماذج إلى قولبة كما هي في مجتمعات الخليج، أدى في الحقيقة إلى صدمة غير واعية، ولكنها منتجة إلى وجود أزمة ستظهر هذه الأزمة بشكل ربما مخيف مع الأجيال القادمة. أشكركم على تحقيق. شكرا. عفوا، نأخذ الجهة اليسرى، تفضل دكتور. دكتور إبراهيم الهدبان، جامعة الكويت. بالنسبة لأخونا الدكتور عبدالله البريدي ذكر عن موضوع ضرورة تجديد العقد الاجتماعي. أنت لا تحتاج إلى تجديد العقد الاجتماعي، أنت تحتاج إلى أن يحترم العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي يقول بين الحاكم والمحكوم أن الحاكم يتعهد باحترام الحريات واحترام الأملاك والأعراض وحمايتها، وأن يتعهد بالشورى، يعني يشاور المحكومين والمحكومين يتعهدون له بالسمع والطاعة. هذا العقد يعني لا يحترم. هناك نظرة للأسف فوقية، هناك نظرة يعني ينظر إليها الحكام في كثير من الدول، دول عالم ثالث ليس فقط في دول الخليج، إلى أن المحكوم أو إلى أن الشعوب هؤلاء لا يستحقون ولا يمتلكون القدرة على أن يعني وليس من حقهم أن يحاسبوا، وهذا خلل أو شطط عن العقد الاجتماعي. الثورات التي قامت، جميع الثورات كانت تتكلم عن الفساد وتطالب بمحاسبة المفسدين وتطالب بالشفافية وتطالب بإيقاف هذا الفساد وهذا الهدر. من أنت لتحاسب؟ هنا المشكلة، من أنت لتحاسب الحاكم؟ في ما حصل في عمان 2011 لم يطالب أحد بإسقاط السلطان، كان هناك مطالب بالوظائف، كان هناك مطالب بالشفافية، بعض الأشخاص الفاسدين. في البحرين عندما قامت المظاهرات لم تطالب بإسقاط الأسرة، حتى فيما بعد أتت مجموعة وبدأت تتكلم عن إسقاط الأسرة، لكن يعني كان هناك حديث عن يعني توفير وظائف، تحسين الأوضاع الاقتصادية، والجميع كان يقبل أو يريد أن يتعايش مع الأسرة. نقطة أخيرة يعني بس في قضية الانتجريشن اللي تكلمت عنها ريا، طبعا انتجريشن this is the whole issue. انتجريشن، what kind of integration، what kind of integration، كيف يمكننا أن نذهب في هذه التكامل؟ عندما تتحدث عن التكامل، عندما يكون لدينا وحدة يكون فيها حاكم واحد، لا يمكن لأي شخص أن يقبل إن التكامل في المنظومة السياسية والمنظومة الاقتصادية والمنظومة الثقافية. كيف يمكننا أن نمضي قدما في هذا التكامل؟ شكرا. السلام عليكم. محمد عبد العظيم، مركز النهضة للدراسات والعلوم السياسية والاقتصادية. هو الحقيقة أنا لي يعني مداخلة واستفسار بناء على انه في اجماع انه الاصلاح السياسي لابد ان يمر بمحددين اساسيين، الانظمه والشعوب ومؤسسات المجتمع المدني. فالانظمه، هل هناك فعلا رغبه عند الانظمه في المنطقه العربيه بصرف النظر عن دول الخليج من غيرها، هل هناك رغبه حقيقيه عند الانظمه في الاصلاح السياسي او الاقتصادي؟ ده سؤال موجه للمنصة يعني.
وبعد الرؤية هل هناك بعد الرغبة هل هناك رؤية موجودة؟ وإذا كانت موجودة الرؤية دي اللي بيمليها على الأنظمة، الشق الثاني اللي هو الشعوب ومؤسسات المجتمع المدني ولا الملئات الخارجية اللي هي بترتبط بمصالح للمدير العام اللي بيدير المنطقة العربية وهو أمريكا أو أوروبا أو يعني القائد الأعلى، هل دي حقيقة في الرؤية نفسها أم لا؟ الشعوب لو عندها رغبة فعلا في الإملاء أو في إملاء الإصلاح هينبع من أين؟ إذا كانت المناهج التعليمية خالية من هذا، وإذا كانت الثقافة خالي من هذا، وإذا كان الإعلام خالي من هذا، يبقى الشعوب حتى لو أرادت أن تقوم بالإصلاح، ما هو المعول؟ ما هي الثقافة؟ ما أين يأتي أو من أين تأتي رغبة الشعوب أو قدرة الشعوب على أداء هذا الإصلاح؟ شكرا. نقطة أخيرة مع إذن المنصة، نحن نلصق دائما تخلف أو تأخر الإصلاح بالتدين أو الإسلام، وهذه حقيقة غير يعني بنحمل ما لا يحتمل. والإسلام الحقيقي بفهمه الحقيقي مش بالفهم اللي احنا بنطبقه الآن هو أعلى من طبق حقوق الإنسان. وأذكر واقعة وثيقة المدينة وواقعة قتيبة بن مسلم مع عمر بن عبد العزيز لما تجاوز هذه المرحلة كيف كان الرد عليه. شكرا. آخر سؤال لأن الوقت ضيق، آخر سؤالين ماشي، تفضل. السلام عليكم. دكتور ناصر بن غيث، استاذ قانون الاقتصاد الدولي بجامعة سربون سابقا في أبو ظبي. دكتور عبد الله البريدي، الورقة طبعا الورقة فعلا الورقة جديرة باهتمام، قيمة هذه الورقة تصور من وجهة نظري ما تطرحه من توصيفات ومن مصطلحات جديدة مثل الهوية المتوهمة والهوية العدمية والثورة. الصوت ترى مو واضح طال عمرك، جرب الميكروفون ثاني لو سمحت. تسمعني كويس؟ دكتور ناصر بن غيث، استاذ قانون الاقتصاد الدولي جامعة سربون سابقا. بالنسبة للدكتور عبد الله، أتصور الورقة ورقة مهمة جدا. أهمية الورقة بوجهة نظري تكمن في المصطلحات أو التوصيفات الجديدة مثل الهوية المتوهمة والهوية العدمية والثورة الماحقة. النقطة الثانية في وأنا بكون من ضمن الأوراق، هذه سوف تكون من ضمن الأوراق التي تكون حريص على قراءتها بتمعن جدا، الربط بين نظريتين أو بين two disciplines أو مجالين، الاجتماع السياسي والاقتصاد السياسي، طبعا متمثل في فكرة أو نظرية العقد الاجتماعي اللي تعتبر أهم نظريات الاجتماع السياسي، والpolitical economy أو الاقتصاد السياسي اللي هو يعتبر أهم يعني جانب مهم في محاولة فهم التفاعل السياسي باستخدام النظريات الاقتصادية. النقطة الثانية أن النظريتين يمثلن مراحلتين مختلفات، بمعنى نظرية العقد الاجتماعي كانت يعني تم يعني خرجت لمحاولة تفسير نظم الحكم ما قبل الدولة الحديثة. لا أتصور اليوم نظرية العقد الاجتماعي صالحة لتفسير أو لدراسة أي نظام اجتماعي سياسي حديث. البوليتيكال ايكونومي صحيح، انا اعتقد ان هو الاقتصاد السياسي هو عباره عن طور جديد من نظريه العقد الاجتماعي او الاجتماع او الاجتماع السياسي. الربط، عمليه الربط فعلا انا ما فهمت بالنسبه لتطبيقات الاقتصاد السياسي في الحاله في دول الخليج. المداخله الثانيه بالنسبه للاخت ريا، you mentioned two main points. This is my understanding. فقد تحدثت عن الإصلاح على المستوى المحلي والإصلاح على المستوى الإقليمي، وقد أتيت على ذكر الإصلاح على المستوى المحلي بعلاقته الثنائية الخارجية والداخلية. أريد أن أختلف معك، إن الإصلاح السياسي يجب أن يتأتى من الحكومة إلى القاع، ولكن ما يحصل في العالم العربي وفي دول الخليج هو من أعلى الأعلى إلى مروراً بالأعلى ومن ثم بالوصول القاع، أعني بذلك من الأسرة الدولية ومن ثم الحكومات العربية ومن ثم القاع. أحمد أبو العلا، باحث زائر بالمركز العربي للأبحاث. أنا سؤالي للأستاذ سعيد عن بداية في 2011 بدأت تظهر بعض المظاهرات في عمان، سرعان ما اختفت تماما نتيجة بعض الإصلاحات اللي تمت.
فهل كانت الإصلاحات كافية أو خصوصاً هي غالباً كان مادي بحيث إن هي ممكن يعني هذا النموذج يكون هو الأفضل لبعض الدول الإصلاح مش الثورة؟ يعني بعض الثورات كان نتائجها مضرة، كان ممكن تبقى الإصلاحات في بعض الدول أفيد. شكراً. نبدأ بالإجابات، دقيقتين لكل متحدث. نبدأ بالدكتور هادي فليتفضل. أنا أتفق مع الدكتور الفاضل حين أشار بأنه الإصلاح في الخليج هو يكون عبر فعل ورد فعل، فعلا هذا صحيح، وليس هناك رؤية واضحة لهذا الإصلاح السياسي، والدليل على ذلك أنه عندما يحدث هناك ضغط معين تحدث إصلاحات سياسية، وعندما ينتهي هذا العام للضغط تتوقف العملية الإصلاح السياسي، والدليل على ذلك أنه في الثورات الربيع العربي يعني لحد الآن تأثيرها مستمر، ومع ذلك الآن الحديث عن توقف أو موت الإصلاح في دول الخليج. هنا أيضا هذا التوقف يأخذ جانبين. طيب إذا كانت الحكومات الخليجية تبغي من هذا أنه الاستمرار على الوضع الراهن، طيب الطبقة المثقفة ليش تتوقف عن عملية المطالبة بالإصلاحات؟ يعني كل جهتين. الأمر الآخر فيما يتعلق بتساؤل الأخ حول أنه الإصلاح السياسي الديني لابد أن يكون أو لا يكون موجوداً، يعني مو شرط أن يكون حتى يصير إصلاح سياسي، لا لابد أنه يكون هناك إصلاح ديني. إذا كان هناك فكر ديني منغلق لابد أن يكون هناك إصلاح ديني، لابد هناك تفسير جديد للدين يساير التطورات الحادثة. موقف الدين من الديمقراطية، من حقوق الإنسان، من مشاركة المرأة، من مسائل أخرى، هذه تحتاج إلى تفسير جديد. يعني التفسير نقول بالعامية التفسير القديم لا يمكن أن يساير الوضع الراهن، لابد من تفسير جديد، ونكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا. شكرا دكتور. أستاذ سعيد، بالنسبة للحديث عن النموذج العماني في الاستجابة ما يسمى بالربيع العماني، نعم يعني نحن يمكننا القول بأنه هناك نموذج عماني في التعامل مع الاحتجاجات والمطالب الشعبية. السلطان استجاب لكثير من المطالب بشكل سريع وبشكل واعٍ وبشكل حكيم وذكي، لكن مرة أخرى السؤال لا يقف عند ذلك. أنت بإمكانك أن تعالج أعراض لكن لا تعالج خلل الأزمة، وهذه المطالبات التي يحاول كثير من الناس من أصوات العقلاء من الداخل أن يستمروا في إصلاح المطالبة بإصلاح بنيوي، في إصلاح هيكلي، لأنه الفساد كيف تعالج الفساد في بأنك فقط تعفي وزيرا عن وزارة ظل فيها مثلا 30 عاما؟ لا يكفي. الفساد أعاد إنتاج ذاته وأعاد إنتاج أدواته من جديد لدرجة أنه أصبح يعني يخنق صناعة القرار، وكثير من المؤسسات اليوم تشتكي بأنه لا تستطيع، لا تعرف من أين يأتي القرار أصلا، وحتى عندما تكون هناك في إرادة في إصلاح معين تقف هذه المنظومات التي أعيد إنتاجها ولم تحل ولم تصلح بنيويا، تقف حجر عثرة وتستهلك من الوقت والجهد وتفعل شيء خطير، تنمي حالة الإحباط الشديد لدى الجيل الشاب الذي لا يرحم، لن يستطيع أن ينتظرك ويقول لك لا، لأنك أنت الذي تملك القرار. شكرا. دكتور عبد الله. أثمن عاليا جميع المداخلات، الشكر والتقدير لمن يعني تحدث بشيء يتصل بورقتي. بالنسبة لي يعني أجيب على التساؤل الدكتور توفيق وقال عندما عرفت، أنا الحقيقة لم أعرف، الوقت لم يكن كافيا حتى لإعطاء تعريف الهوية، لكنني ميزت في الورقة بين الهوية الفردية والهوية الجماعية، وأنا أنطلق من علم النفس الاجتماعي وأركز على الهوية الجماعية. الهوية الجماعية التي تتشكل ضمن إطار انتساب الشخص لجماعة ما أيا كانت، سواء كانت على الجانب الديني المذهبي، على الجانب الفكري العام، الجانب السياسي، جانب التخصص، الفئة الاجتماعية، المنطقة إلى آخره. فهناك هويات في كل مجتمع، هناك هويات، لكن الحديث يجب أن ينصب على الهويات التي تملك تحركا في تضاريس السياسة والاجتماع. بالنسبة للدكتور إبراهيم قال بأننا لا نحتاج إلى تجديد وإنما احترام، لا، أنا أقول الحقيقة أنه العقود المتقادمة مثل ما أردت في قصة أبي سالم
يعني كل العقود تتقادم لابد من تجديد، خاصة أن هناك إشكاليات كبيرة بالذات بالدول، وهذا في أبحاث متراكمة بأن الدول النفطية تصاب بما يسمى بلعنة الثروة أو لعنة الموارد، بمعنى أنها تكبع عملية المقرطة لأن الحاكم يقايض الحقوق السياسية بالرفاه الاقتصادي، وهذا موجود بطريقة أو بأخرى. ولذلك يجب أن نكون على قدر من الصراحة بأن العملية ليست مجرد احترام، وأن مسألة إعادة نظر بهذا العقد الاجتماعي. وأنا كما قلت لا أطالب بتعامل صريح يحرج أو يربك السياسي، وإنما يمكن أن نستمر بنوع من التعامل الضمني لكن وفق مرحلية مدروسة تعمل على التعاطي مع الحقائق وعدم القفز عليها. جزاك الله خير يا دكتور. مصرية. Thank you for the comment. شكرا جزيلا لكم إتاحة الفرصة. أقول أنني أتفق مع سياسات التدخل يجب أن تكون من القمة إلى القاعدة، لكن من أكبر معوقات التعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون هي أن المصلحة الوطنية المحلية كانت تعيق حركة تضامنية على مستوى دول المجلس ككيان جمعي. هناك حديث عن وحدة واتحاد، أعتقد أن هناك احتمال ليس تتوحد ضمن اتحاد بل ككونفدرالية، وبإمكاننا أن نلحظ تجارب الشعوب الأخرى ونستفيد منها في مجال الإصلاح السياسي، لكن في نفس الوقت ينبغي إصلاح المنظمات داخل الأمانة العامة، داخل المجتمع خارجك الأمانة العامة، لكي يكون الجميع داخل القرار. في هذه اللحظة نشكركم جميعا، نشكر المحاضرين الأربعة على مداخلاتهم القيمة وتعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.